هيروح طبعا لمنتخب كره الطائره رجال، هو في بولندا دلوقتي حضراتكم عارفين وبيستعدوا لبطوله افريقيا زيهم زي السله. والحقيقه راحوا عملوا بطوله في بولندا، لعبوا بطوله في بولندا. طب بولندا ليه؟ بولندا من اكبر الفرق في العالم، الناس اللي ما تعرفش كره طائره او مش متابعه كره طائره، بولندا من احد اعظم عظماء العالم في كره الطائره. رحنا لعبنا بطوله من 8 ل 12، لعبنا كنا اربع فرق. مصر كسبت اذربيجان، كسبنا النرويج، خسرنا من بولندا، احنا خدنا فضيه البطوله بعد بولندا. طيب خسرنا من بولندا 3-0 بس ادينا اداء كويس، اذربيجان كسبنا 3-0، النرويج كسبنا 3-2. الحقيقه ماتش النرويج هو كان ماتش الفضيه ونجحنا ان نكسبه. بفكركم في خمس لعيبه من النادي الاهلي مع المنتخب، خمس لعيبه من الطايره من النادي الاهلي مع المنتخب، في عبد الرحمن سعودي، احمد قطب، محمد عبد المحسن، عبد الحليم، فهيم عبو، احمد سعيد، بعد اعتذار احمد صلاح عن المعسكر ده واعتزال عبد الله عبد السلام اللاعب الدولي.